يا ترى مين العريس؟ نجوى كرم بتعلن جوازها بفستان زفافها على خشبة المسرح، فستان أبيض وحفل كامل العدد خلى الفنانة نجوى كرم تتصدر الترند. صحيح إنها مش المرة الأولى اللي بتتألق فيها نجوى كرم بحفلة بحضور كامل العدد، وكمان مش أول مرة تلبس فستان أبيض في حفلاتها، بس المرة دي كانت مختلفة، وده لأن نجوى كرم كشفت لجمهورها عن كواليس وتاريخ الفستان الأبيض اللي كانت لابساه، وإنه مش مجرد فستان عادي، ده فستان فرحها. لما قالت على خشبة المسرح في آخر حفلات جولتها الغنائية العالمية برومانيا: راح خبركم خبراي عن الفستان، الفستان ده بيعني لي كتير، غير إن لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات. عشان تتصدر بعدها نجوى كرم الترند، ووسط أسئلة كتير سألها الجمهور عن تفاصيل ارتباطها وسر تأخر إعلانها وليه ما كشفتش عن صور فرحها، كان السؤال الأهم: يا ترى مين هو زوج نجوى كرم؟ هقول لك، هو رجل أعمال إماراتي اسمه عمر الدهماني، كان متجوز وانفصل عن زوجته وعنده ولدين، بيرأس مجموعة شركات منها شركة إنتاج فني، ودي اللي نظمت حفلة نجوى كرم في رومانيا. أصغر من نجوى كرم ب15 سنة، وكان أول ظهور رسمي له مع زوجته نجوى كرم كانت في كواليس حفلتها بألمانيا، واللي أحيتها في بداية جولتها العالمية مع الفنانة أصالة. ونشر وقتها الإعلامي نيشان على إنستجرام صور جمع الدين الثنائي نجوى كرم وجوزها عمر الدهماني وأصالة وجوزها فايق حسن، وبكده تكون الفنانة نجوى كرم صاحبة 58 سنة أحدث عروسة في الوسط الفني.